أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف تكون زكاة المعدات كالشيولات والكرمكات، علما أنها للإيجار وليست للبيع؟ الآليات التي للآجار كالسيارات والرافعات والمعدات كلها إذا كانت للتأجير ليس فيها زكاة في نفسها، وإنما الزكاة في أجورها. إذا حصل على أجور من هذه المعدات وحال الحول عليها على هذه الأجور فإنه يزكيها، يعني يخرج منها ربع العشر.